شوف بقى، الحسيني اللي بعتك ليا من يوم ما كان شغال عندي وعارف اني احبش اخد البواقي. اللي بيشتري قماش بياخد التوب من اوله، واللي بيشتري قوطة بياخد من على وش القفص. فهمت؟ فاهم حضرتك. انت اسمك ايه؟ عاطف ربيع. بص يا عاطف يا ربيع، انا ليا نظام في شغلي، تخالفه يبقى ما تلزمنيش خالص. انا هدفع لك 5 جنيه زياده عن سعر السوق في الصوره اللي تعجبني، بس بشرط ما تروحش لحد تاني. الصوره اللي ما تعجبنيش انت حر فيها. نفس طلبات الاستاذ الحسيني. ما هو اتعلم هنا. واضح ان حضرتك مدرسه، انا تحت امرك. يبقى متفقين. بس انا ليا طلب عند حضرتك. قول. اسمي، اسمي كتب تحت كل صوره بصورها. حقك، وانا كنت هعمل كده من نفسي، بس يكون في علمك الشغل معايا حسب شروطي انا. لا مؤاخذه يا استاذه. نعم. الفنانه نهى جلال على التليفون، ودي رابع مره تطلب حضرتك. حوليها، انا عارفه هي عاوزه ايه. حاضر. نهى جلال نجمه الاغراء. هو في نهى جلال غيرها؟ دي افلام مكسره الدنيا. حبيبة قلبي المتألقة على طول، ازيك يا ناهد؟ أي أخبار حلوة تخصك أنا جاهزة. واخدة على خاطرك مني؟ هو أنا أقدر؟ مش عاجباكي؟ أنا بنشر الصور اللي موجودة عندنا، بعتيلي الصور اللي تعجبك وأنا غرق المجلة بيها. ده أنا أتمنى، ده أنا بوزع بيكي يا نجمة النجوم. مع السلامة يا حبيبة قلبي. هو أنا ينفع صورها؟ لسه بدري عليك، وبعدين دي قبل التصوير بتحتاج شغل كتير، كوافير وماكيير وكم شغلانة تانية. أنا كنت فاكر إنها ممكن صورها تخطيفي كده يعني، على الطبيعة. طبيعة؟ طبيعة دي راح زمانها خلاص. زي ما قلت، حضرتك مدرسة. وأنت بقيت تلميذ فيها، على الله تفلح. إن شاء الله هبقى عند حسن ظن حضرتك. أستأذن. مع السلامة. شاب عاوز يقابل حضرتك. مين الشاب ده وعاوز ايه؟ بيقول ان هو مدير اعمال مدام نهى جلال. خليه يتفضل. صباح الخير يا استاذه. صباح الخير. اتفضل. ماجد شلبي مدير اعمال الفنانه نهى جلال. ايه ده ايه ده، بسم الله ما شاء الله. انا شفت مديرين اعمال لفنانين على كل شكل ولون، وكلهم يشبهوا دسوقي افندي بتاع مسرحيه فؤاد المهندس وشويكار. لكن انت عيني عليك بارده، مثلت ولا لسه؟ لا يا فندم، صراحه ماليش في التمثيل، انا مدير اعمال وبس. وبس وبس. كنت شغال عند مين قبل ناهد؟ ما كنتش عند حد قبلها. بس انت مش صغير عليها شويه؟ صغير صغير ازاي يعني؟ على فكره انا مش جوزها، أنا مدير أعمال وبس. ما هي كلها أعمال. خير؟ المدام كانت عايزة تيجي تقابل حضرتك بنفسها، لكن زي ما حضرتك عارفة ظهورها في الأماكن العامة ده بيسبب لها مشاكل، وهي بتقول إن الصور بتاعتها اللي المجلة بتنشرها مش قد كده. وإنها غير ما تكمل الكلام ده حقيقي، بس أعمل لها إيه؟ على العموم إحنا لسه مصورينها صور جديدة، واللي مصورها مصور فرنساوي، يا رب تعجبك. نشوف. ايه ده؟ الظاهر انها بعت هدية. لا يا فندم، شايفة ان حضرتك تشتري الهدية اللي نفسك فيها. طول عمرها لماحة وذكية. نشوف الصور بقى. ايوه كده، هي دي الصور. لمسة الخواجة الفرنساوي باينة، والإضاءة 10/10. عاوزاك تهنيها على اختيارها ليك كمدير اعمال. مجلة الناس الشيك، مجلة الصالونات، وبعدين ده شكل تقابل بيه ناس محترمة وعليها القيمة؟ معفن وعرقان وريحتك تقرف. يا مدام، أنا كنت في درس تعليم سواقة. سواقة إيه إن شاء الله؟ ليه؟ ناوي تشتغل على تاكسي؟ لا، هيبقى عندي عربية، وكمان فيها تكييف. وبعدين أي حد في مكاني كان هيبقى شكله وريحته كده، حتى لو كان حضرتك. أقعد يلا. بقول لك أقعد. أنا سمعت إنك بتبيع بسبوسة بالليل، صح ولا لأ؟ وأنا ببيع مخدرات؟ أنا بساعد أبويا وبصرف على نفسي كمان. كلام الإنشا بتاعك ده تقراه في الجرايد. لازم يبقى عندك هدف واحد تركز فيه. طب وأعيش إزاي؟
دخل شغلانه واحده ما يكفيش واحنا عيله. الصغير بيكبر. وبعدين عاوزه اقول لك حاجه، في شغلانه الصحافه دي اللي بيبتدي معلم بيفضل طول عمره معلم، واللي بيبتدي صبي بيعيش صبي، وانت كده صبي مهما كان عندك امكانيات مين في الصحافه، طول عمرك هتفضل في نظر زمايلك بتاع البسبوسه. ما في عظماء كتير كانوا زيي واقل مني كمان. مش في مصر دلوقتي ومش في الزمن ده. بص حواليك وتعلم، جوع وانت صغير عشان تشبع وانت كبير، وامشي منفوخ وابويا الباشا وامي اصلها تركي، لان ده سلو بلدك دلوقتي، ومعظم نجوم الصحافه الايام دي بيعملوا كده. انا قلت اللي عندي، تفهم ما تفهمش انت حر. ما تزعلش من كلامي، وافتكر ان السكر لونه ابيض والملح كمان لونه ابيض، بس الاتنين ما بيتحطوش في برطمان واحد، فاهم؟ انا نفذت الكلام اللي حضرتك قلتي عليه بالظبط. الصور اللي عندك دي مش مع حد تاني. انت ازاي دخلت بالتعابين؟ انا تعابين؟ وانا عامل كده ليه؟ ده انا بخاف من السحليه. يبقى الاراجوز اللي كان معاك وبتقول عليه المساعد بتاعك. انت واد غلبان وعايز ياكل عيش. عاطف، انت اللي عملت العمله دي. هو حضرتك شفتيني؟ لا. طب عرفتي منين؟ علشان انت الوحيد اللي في الفرح اللي ولا كان خايف ولا مهتم وعمال تصور. طب ما حضرتك كمان ما كنتيش خايفه؟ عشان عرفت ان في حد عاوز يبوظ الفرح، واكيد التعابين دي سنانها مكسوره ولا يمكن تاذي حد. هما كام تعبان؟ اتنين. عملتها لحساب مين وبكام؟ انت عارف انت لعبت مع مين؟ عارف الرجاله دول والحاله اللي هما كانوا فيها؟ شفت الستات واللي جرالهم؟ عندك فكره عن كميه الالمازات اللي ضاعت وان الستات اتعرت؟ ايه فاكر الموضوع هيعدي كده وخلاص؟ انت كده لعبت في عداد عمرك واستعجلت اجلك. طب وهم هيعرفوني منين؟ ولو عرفوني هيثبتوها عليا ازاي؟ انت اهبل يلا، ابو العروسه راصد مكافاه 50,000 جنيه، يعني المساعد بتاعك انت هو اول واحد هيبلغ عنك لما يعرف. انا واثق في المساعد بتاعي. هو جاب التعبير من ابو رواش تقريبا يا استاذ. يبقى اللي باع له التعابين هو اللي هيرشد عليه. رجب الفرخ ملوش لا اسم ولا عنوان. المساعد بتاعك اسمه الفرخ؟ ايوه، هو مش المساعد بتاعي، هو صاحبي وحبيبي، بس زي ما قلت لحضرتك ملوش عنوان. لكن له شكل، واللي باع له التعابين يعرف يوصفه، ويجيبه البوليس ويجيب رسام ويرسمه. هي وصلت للبوليس؟ والنيابه وامن الدوله، بس كل ده مش مهم. المرعب ابو العروسه. ده راجل مفتري وبيصفي حساباته بنفسه. وده لا يعرف قانون ولا عنده رحمة. انتي بتخوفيني كده ليه؟ لازم تخاف. ايه هو انت كسرت كوباية؟ لا حصل حصل، يجرى اللي يجرى بقى. انت عملتها لحساب مين؟ ايه خايف منه ولا خايف عليه؟ لا خايف منه ولا خايف عليه، هي عملية اتعملت وانتهت. تبقى اهبل لو فاكر ان امرها انتهى. عملتها لحساب مين؟ قول عشان اعرف انت في امان ولا في خطر. مين صاحب العربية يا عاطف؟ طارق شعبان. لعيب الكورة؟ ايوه. يا حظك الزفت، انت عامل زي مسمار من غير راس ممسوك بكماشة. طارق هباب اللي بتقول عليه ده على حسب علمي راجل واطي، واكبر دليل ان ورطك الورطة السودة دي. يعني هو كده ممكن يبيعني؟ يبيعك ويبيع اهلك كمان. طيب ما هو لو باعني يبقى كده هو برضه باع نفسه. بكرة نشوف. بس أنا كان عندي إحساس إنك وسخ. لو حضرتك شايفة كده يبقى بلاش مني. أنا في شغلي بحتاج ناس وسخة برضو. الصور دي تسوى كتير. العربية اللي جابها لك غالية؟ هي عربية كحيانة وتعبانة، كانت عربيته. عشان عبيط. وإداها لك إزاي؟ بيع وشرا. ليه؟ هي الحداية بتحدى في كتاكيت؟ مش قلت لك إنه واطي؟ أصحاب الصور دي هيعملوا أي حاجة عشان يمنعوا نشرها. وحضرتك هتنشريها عشان التوزيع يزيد. توزيع إيه يا أهبل؟ ليه؟ هبيع كام نسخة؟ 1000 2000 تمنهم كام؟ إحنا هننشر عينات، والعينة هي اللي هتجيب الزبون.
انا عاوزاك تعمل لي 3 نسخ من الصوره دي. ده مش انا لوحدي اللي وسخ يا استاذ. اخرس. تعرف ان انا واحده من ضحايا الفرح؟ ايه ده، ضاع من حضرتك حاجه؟ لا انا بتكلم على الاصابات. على فكره هي مش باينه، وبعدين دي بسيطه. انا عارفه ان دي بسيطه، بس اللي تحت الهدوم مش بسيطه. الله، يعني واقفين ورا الباب؟ ازيك يا مسايد، الكرونة خرجت ولا ايه؟ هتخرج ازاي من غير ما تاخدك في ايدها؟ امال هي فين؟ نايمة. نايمة؟ ده احنا قبل المغرب بشوية، هتكون تعبانة. يا ولية سرير متساوي زي الفل، هي فين؟ المدام نايمة في الحمام. حمام؟ لا تتلبس. بترغي مع مين يا مسايد؟ دي مبسوطة يا كروانة. تعالي يا مبسوطة، عاوزاك. تعالي يا مبسوطة، ما تتكسيش، أنا لابسة مش عريان. خير يا مدام، في إيه؟ مفيش حاجة يا بت، ده تين جايلي من بلاد النوبة. وصفة كانت بتعملها ممثلة مشهورة أمريكانية اسمها جريتا جربو، تعرفيها؟ جربو؟ لا معرفهاش. ولا أنا والله، بس هعمل إيه؟ هم قالوا لي بقى كده. لو تسمعي كلامي ولا تشغلي بالك بالموضوع ده، دي ست أم كلثوم كانت بتغني لغاية ما ربنا افتكرها. جربو يا مبسوطة، إحنا هنضحك على بعض. أنا فين والست فين؟ الست فضل حسها زي ما هو لحد ما ربنا افتكرها. انما انا بقى ببيع للناس حاجات تانية بتروح مع الزمن. وبعدين الست بتغني لبني ادمين، انما انا بغني لشويه اوباش. استنى هنا يا اسطى بقى نص دقيقه. بس خف ايدك يا خميس. مساء الفل. اهلا يا عمر، اموري؟ عايزه 2 كيلو كباب صافي من غير كفته. ايوه بس لا مؤاخذه، الكباب يحب الكفته من الجزير. ماشي، هات كيلو كفته لوحده، والطلب يكون وصايه كل السلطات. ماشي، والريش في الكباب تكون بزياده. ماشي، الحساب بقى يا معلم. الحساب لما تستلم الطلب. ما لازم اجيب الحلو، عندي مشوار تاني. طب وماله، لما ترجعي بألف سلامه ومعاك الحلو نبقى نتحاسب. هي نص ساعه مش اكتر. ماشي. مش محتاجه يا حمام؟ لا المره الجايه بقى. ماشي يا قمر. اطلع يا اسطى. يا بنت التكاسي ماليه الحاره رايحه جايه، نجيب واحد تاني. طيب ماشي، خد يا اسطى. معلش مش عايزه اعطلك، مع السلامه. ماشي. ما تشهر، جهزت الطلب؟ عزومه ايه دي؟ عزومه كباب عاملاها لزملاتي في السكن بالمناسبة. باركلي، مش أنا بقيت أعرف أقرأ وأكتب؟ إيه؟ ده أنا خدت 6.5/10 في الإملة. تصدقي بقى أنتِ تستاهلي 10/10. مالك؟ مال إيه يا بنت؟ أنتِ اللي مالك. مالك في إيه؟ مفيش حاجة. إيه عطف الشارع بيجري؟ الله؟ معلولة، تعالي ورايا.
عاطف مش عايزه اتاخر على التكبات. انت جيتي في الوقت اللي انا عاوزك فيه. طب ما انا كمان. كده مالك؟ استنى بس شوية. عايز بقى عايز أصحى زي ما هي. زي ما هي. زي ما هي خلاص. يا حاج كده كده يا حاج معايا يا حاج يا سلام. تعالى خد يا كلب يا وسخ. كده جبت آخر ما عندك يا أنجس خلق الله. يا وسخ يا نجس. خلاص يابا. ملوش لازمة اللي انت بتعمله ده. اللي حصل حصل وخلاص. خلصت روحك يا كلب يا نجس. حرام عليك. ده مطرح اكل عيش ينجسه بوساختك يا كلب. كفايه ضرب بقى. غور من وشي. مش عاوز اشوفك في اي حته. والبيت لو شوفتك فيه انا هدبحك يا نجس. واحد الله حاج ربيع. انا كده بوحد الله. غور من وشي يا كلب. حصل ايه يا عاطف بينك وبين ابوك؟ ما حصلش حاجه. هو بيحب يتخانق كده ويزعق على الفاضيه والمليانه. من الساعه دي لا انت ابني ولا عاوز اعرفك. انت عملت ايه بس يا ابني عشان ابوك يغضب عليك بالشكل ده؟ ما عملتش حاجه يا حاج ابو احمد. انا سبت العربيه ورحت الخرابه اتصير. بتكذب وانت مفضوح فضيحه القطط يا نجس. فضيحه القطط كده بانت يا رجاله. كان معاه ست ولا راجل في الخرابه عم ربيع. هي ناقصاك يا ابن الهطله انت كمان. عاجبك كده جبت العار لاهلك وشلت الذل وحطيته فوق دماغ اخواتك البنات يا كلب يا وسخ. اللي يحبني يقول الباقية في حياتك في ابنك عاطف يا ربيع. الباقية في حياتك في ابنك عاطف. اخص عليك. امال لو ما كنتش متعلم وبعدين الداء الوحش ده ماسكك من امتى؟ ده ايه يا ابن البهيمه؟ ابويا ظبطني مع مره. ومين المره دي بقى يا ابو العواطف؟ وانت مال اهلك؟ علشان نسالها. لا انت تروح تسال امك يا. لا انت ليه يعني ليه قله الادب دي؟ تصدق اللي انت ما تربيتش؟ بس 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 يا اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه. الله الله الله. ريحة أحلى من ريحة أغلى بارفان. دي ريحة توسع الشرايين. بس دي أكلة هتقفل الشرايين. مالك منكوش عليها الدنيا مبسوطة. ملحوظة في محلها. شعرك منكوش مع إنك نازلة بيه متساوي. ما حصلك حاجة مبسوطة؟ آه إذا كان حصل فحصل كتير. تعاركت مع سواق التاكسي اللي كان بيوصلني. حركة بالكلام ولا باللدان؟ بالاتنين. طب وايه سببها العركة دي؟ الأجرة. الأجرة. ألو. أهلا أهلا. طبعا عارفاكي. سمعت عنك كتير. ده كل الأوساط الراقية بتتكلم عن جمالك وجمال شغلك. أأمريني يا حبيبة قلبي. أنا مقابلتي سهلة جداً بس ممكن أعرف ليه؟ يبقى أحسن مكان تقابليني فيه في مكتبي. أنا بكون موجودة لحد الساعة 11 بالليل. تشرفيني في أي وقت. أنا اللي تشرفت بمكالمتك. مع السلامة. عاوزة إيه دي؟ لازم تكوني أهم مصممة حفلات في مصر. جمالك ورقتك وشياكتك بيقولوا كده. مرسي جدا يا مدام نجوى بس انا خلاص ناويه اسيب الشغلانه. ايه ده؟ حد يسيب شغلانه زي دي؟ حد يكره يشتغل في القبهة والجمال والشياكه وزي ما بيقولوا مجتمع الكريم دو لا كريم؟ كريم دو لا كريم ايه بس؟ دول اغلبهم مغرورين ولا عندهم احساس ولا ثقافه ولا حتى ذوق. ايه ده؟ ده انت شكلك مقروصه قرصه جامده. انا اتهنت من انسان سافل ومتعجرف اتعامل معايا كانه بيتعامل مع بنت ليل. اهدي بس كده واحكي لي الموضوع. تعرفي رجل الاعمال ادهم سليمان؟ ده تقريبا رقم 2 أو 3 في مصر ومنه للحكام على طول سواء هنا او بره. معنى كده اني اسامح في الاهانه اللي كانت هتجيب لي شلل؟ مش عارف بس ايه الاهانه الاول وبعد كده اقول لك تسكتي ولا ما تسكتيش؟ الغبي ما يعرفش ان انا بنتي ناس محترمه جدا ومتربيه احسن تربيه. باين عليك يا حبيبتي بس ايه الاهانه؟ حصل ايه؟ طلب مني أصمم له حفلة عيد ميلاده. عرضت عليه أفكاره وما عجبتوش راح شتمني قدام كل ضيوفه. قليل الأدب. وبعدين نيلها أكتر وأكتر. ابتكر حفلة تنكرية لكل المعازيم. وإيه الجديد في كده؟ ما أعتقدش إنه في حد عمل حفلة زي اللي هو عاوز يعملها. عاوز الستات تلبس مومسات والرجالة قوادين. واعتذرتي طبعا؟ لا
ولما هو لأ زعلانة ليه؟ كنت هعتذر لولا إنه أهني إهانة تانية أشد من الأولانية. فضل يشرح في تفاصيل الحفلة وفي الآخر بصلي وقال أنت اختاري المومس اللي تعجبك والبسي لبسها. كل ده يحصل ولسه متمسكة بالمشروع؟ علشان أنتقم لنفسي. وهتنتقمي إزاي؟ الحفلة تتصور بكل اللي فيها وحضرتك تنشريها في المجلة. وأنا اللي كنت فاكراكي طيبة طلعت أنا اللي طيبة. وأنت بقى اللي هتصوري الحفلة؟ لا ما أقدرش أنا اللي أصور، وفي إجراءات أمنية مشددة. بس أنت لسه مسؤولة عن الحفلة. أيوه. وممكن تساعدينا؟ كل اللي أقدر عليه هعمله. أنا هدرس الموضوع كويس وأفكر فيه، بس أنا بقى أعمل كل ده مقابل إيه؟ دي مسألة هنتفاهم فيها وأنا تحت أمرك. هو كده. أنا بجد سعيدة بمعرفتك يا حبيبتي، نورتي المجلة. صباح الخير. أهلا يا عاطف، أعرفك الآنسة غادة الأمير، أشهر مصممة حفلات في مصر. تشرفنا. الأستاذ عاطف ربيع، الراجل التاني في المجلة. فرصة سعيدة. مع السلامة. وراي على المكتب. مالك كنت بتصورها بعينيك اللي يتدب فيها رصاصة؟ اصلها حلوة. حلوة ولا وحشة؟ دي بعيد عن شنبك وشنب اللي جابوك. انت بالنسبة لها كوم زبالة. في ناس بترضى بالزبالة. ولو بقينا نعرف نرد يا أستاذ عاطف. اسمع، تعرف راجل أعمال اسمه أدهم سليمان؟ لسه بدري عليا قبل ما اعرف رجال الاعمال. طب عاوزاك تسال عنه وتعرف كل حاجه. انت مش عارفاه؟ عارفه، بس مصر بتتغير كل يوم. ايوه ايوه مين؟ الله يكسفك، مش تستر نفسك وانت بتفتح الباب. معلش يا استاذ، اصلي كنت نايم. وانت بتنام عريان ولا معاك حد؟ لا انا لوحدي يا استاذ، وممكن تتاكدي بنفسك كمان. وايه ريحه الكمكمه والزناخه اللي ماليه الروف دي؟ ولا دي ريحه النسوان اللي ماما اللي بتسربهم من ورا ظهر البواب؟ انت كده دايما ظلماني يا ريسه، واكبر دليل على ظلمك ليا ان الشقه ريحتها معفنه. اشمعنى يا ابن الحلواني؟ اصل لو كان في نسوان كانوا نضفوها. علي انا الكلام ده؟ وايه سبب الزياره المفاجاه دي؟ هيكون ايه غير الشديد القوي؟ سالت على الراجل؟ طبعا. وعرفت ايه؟ عرفت اللي حضرتك عارفاه، اللي بيغضب عليه بيرميه من فوق سطح عماره وفوق منه صبه اسمنت. وناس تانية بتقول إنه عنده يخت في البحر الأحمر، اللي بيغضب عليه بيجرجره على هناك ويرميه في وسط المية ومنه لسمك القرش. وعايزاني أصور بيت الدعارة اللي ناوي يعمله؟ لا أنا آسف، لا ناوي ترمي من فوق سطح عمارة، ولا أنت ناوية تبقي جوه بطن سمكة قرش. إحنا ملناش دعوة بيه ولا هنقرب. حلو قوي، يبقى كده الموضوع لاغي. لاغي إيه يا هبل؟ دي خبطة العمر اللي بيها نقدر نعمل الجورنال السياسي الاجتماعي اللي انا بحلم بيه. ازاي وانتي بتقولي ان احنا مش هنقربه؟ هو لا، لكن ضيوفه اه. دول سمك القرش اللي بيعوم بره الميه، اللي شبعوا من كتر اكل لحم البلد بنت المتعوسه دي. جميل، يبقى كده العمليه بيضه مقشره. لا، لانه جايب شركه امن، والدعاوي كانها طالعه من القصر البريطاني، ومستحيل دعوه تتسرب. لا افهم. هدخل ازاي؟ الاكل والشرب وطقم الخدمه والسيرفيس كله اتفق عليه مع فندق 5 نجوم. وبعدين؟ انت هتكون واحد من طقم الخدمه. ازاي؟ ساعه الحظ بيخدم. مدير الاغذيه والمشروبات في الفندق ده انا اعرفه معرفه شخصيه، وصفحته مش بيضة، يعني هيقول لي تحت امرك، وهخليه يعلمك ويجيب لك لبس كمان. طب انتي مش بتقولي ان في تفتيش؟ اخش بالكاميرا ازاي؟ الكاميرا هتدخل قبل الحفله بـ2 يوم، وهتكون مخفيه في مكان انت بس اللي تعرفه، وبعد ما تخلص شغل هترجعها مكانها وتخرج فاضي زي ما دخلت فاضي يا جرسون. بلاد الايه؟ نسوان انما ايه؟ زي ما يكونوا كانوا مستنيينها فرصه عشان يطلعوا الكابتن اللي جواهم. شكلهم على السرير ايه؟
تحفة. ادي اللي انت فالح فيه. انا عملت اللي عليا. شوفي انت هتعملي ايه. دول عاملين زي قفص الطماطم اللي عاوز فرز. لازم نرمي المفعصة والمضروبة واللي صابها العفن. احنا عاوزين التقال قوي. انت هتاخدي منهم فلوس ازاي؟ شغل مخك. لا انا شغل مخي في اي حاجة تخطر على بالك. الا دي. الخطوة اللي جاية صعبة عليا. مستحيل. انت مش هتعمل حاجة. امال مين اللي هيعمل؟ واحد معرفة قديمة. صحفي من قبرص. المهم تكوني مالية ايدك منه. طبعا مالية ايدي. ما هو من النوع بتاعك بس قبرصي وبيقبض كمان. بس انا افضل بعيد ماليش دعوة. عاوز اقول لك حاجة. ملك الغابة مش هو الاسد. ملك الغابة يا حبيب قلبي هو اللي بيصطاد الاسد. والجورنال اللي انا بحلم بيه هعمله. اطفي النور بقى عشان ورانا شغل كتير. مش عاوزه شقه واسعه. بقول لك ايه، هو الدور كام شقه ومساحته كام؟ اه جايز احتاج الدور كله بس مش عاوزه حاجه في ادوار عاليه. يا راجل يا كهنه، مش انا لوحدي اللي نفسي يتقطع. ما تبص لنفسك الاول. خلينا في المهم. انا فلوسي جاهزه وعاوزه اعمل معاينه. ماشي هستنى مكالمتك. مع السلامه. في ايه؟ موضوع الجورنال اتعرف وكذا حد سألني عليه. اللي يسألك قول له اه. هو احنا بنعمل تنظيم سري؟ احنا بنعمل جورنال. والناس عرفت ازاي؟ مفيش حاجه بتستخبى في الوسط بتاعنا ده. مفيش اكتر من عيون الحساد. واضح ان انت ما قدرتيش تداري على شمعتك. شمعه ايه اللي داري عليها؟ احنا هيبقى عندنا جورنال كبير، ودلوقتي انا بجهز ومحتاجه محررين ومراسلين ورؤساء اقسام. عاطف، ده الوقت اللي لازم نكبر فيه، ولو فضلنا واقفين مكاننا هنتاكل. بقول لك ايه، انا جعانه ومخنوقه من المكتب. يلا نقوم ناكل. وانتي طبعا هتبقي رئيسه التحرير ورئيسه مجلس الاداره. رئيسه مجلس الاداره اه، رئيسه التحرير لا. ليه لا؟ ما ينفعش رئيس التحرير جورنال سياسي. هيقولوا مالها ومال السياسة، وطول عمرها بتشتغل في الفن والفنانين والموضة والصالونات. أمال مين هيبقى رئيس التحرير؟ حضرتك. حضرتي إزاي يعني؟ ده أنا ميح في السياسة. كل اللي بيكتبوا في السياسة وكل اللي بيشتغلوا في السياسة زيك كده بالظبط، ويمكن أقل منك كمان. لا يمكن يا مدام، أنا لو كتبت في السياسة هنتفضح. نجيب لك حد يكتب من الباطن. آه زيك زي غيرك، وشوية شوية تتعلم تكتب إزاي. طب وليه السياسة؟ ما احنا ماشيين زي الفل. الزمن اللي جاي ده مش بتاع الحاجات الصغيرة، واحنا خلاص بطلنا نصطاد بسارية. بسارية؟ ده احنا مصطادين كل حيتان مصر. برضو بسارية. احنا عاوزين نصطاد دولة. دولة؟ أيوة دولة. دولة تيجي تتبنى الجورنال وتموله، والجورنال يبقى لسان حالها. مفيش مانع يبقوا دولتين. يبقوا ثلاثة. وماله؟ انت جبتي كل الكلام ده منين؟ يعني خبرة. وأنا بنوتة صغيرة اشتغلت مع ديابة الصحافة وتعليبها. صاحبتهم وتعلمت منهم. واحنا بقى هنبقى جورنال معارض ولا مش معارض؟ نعارض مين يا هبل؟ إيه أنت نبيت لطشك؟ معارضة كده من على الوش. معارضة زي بتاعة ضرب الحبيب. زغزغة. بقول لك ايه، انا دماغي تقلت. اطلب الحساب ويلا بينا. مش عاوزه ابقى زي الست شفاعات بتاعت شباب امراه. يلا متر. تعالى عندي ليك خبر هايل. اكيد مبيعات. زدنا قد ايه؟ حاجه اهم. مضيتي مع الوكاله الدوليه للاعلان؟ برضو اهم. هيبقى في اهم من كده يعني؟
مبروك يا أستاذ عاطف. على إيه؟ انت الريس اختارك تسافر معاه على طيارته الأسبوع الجاي. بتتكلمي جد؟ هو أنا عمري قلت حاجة وما طلعتش جد؟ أكيد بيقرأ مقالاتي. قصدك المقالات اللي بيكتبها غيرك يا أستاذ. كله من خيرك وتوجيهاتك. طب اسمع بقى التوجيهات الجديدة. كون إن الريس اختارك تسافر معاه مع رؤساء التحرير فده معناه إنه مبسوط من الجورنال قبل ما يكون مبسوط منك. آه طبعًا طبعًا. المهم بقى شكلك على الطيارة. ما تلاقيش، هبقى أشيك واحد. لسه خايب. أنت لازم تكون بسيط على قد ما تقدر في كلامك ولبسك لأنه أكيد هينكشك. هو يحب ينكش أي حد جديد. ولو سألك عن حاجة ترد الرد اللي يرضيه هو، سامع؟ ولو سألت سؤال تسأل السؤال اللي تحس إنه هو عاوز يتسأله ويكون دمك خفيف يا عاطف. ويساعدك يا هناك لو قلت حاجة مضحكة وضحك بس تكون لطيفة ومهذبة، سامع؟ أنا مش عارف أودي جمايلك فين. لا عارف بس بتستعبط. أنت خريج إعلام مش كده؟ أيوة يا أستاذ. وعاوز تتمرن عندنا؟ دي أمنيتي يا أستاذ. تعرف إن علاء السروجي اللي بعتك ليا ده كان أصلاً تلميذي؟ ليا الشرف أبقى تلميذ حضرتك، كنت عارف مدرستك. إمتى؟ النهاردة الصبح. روحي إنتي. ألو عاطف، التحويل الأخير بتاع ليبيا كان بكام؟ 750,000 جنيه. يعني أنت سحبت 250,000 جنيه؟ مالك يا نجوى، في إيه؟ سحبت ولا ما سحبتش؟ أيوة. وليه إن شاء الله؟ وأنا بسألك، بتسحبي فلوس من البنك بتسحبتيها ليه ولا ما سحبتيهاش؟ هو أنت هتعمل راسك براسي؟ جرى إيه؟ نسيت نفسك ولا إيه يا أستاذ عاطف؟ لمي لسانك عشان ممكن أقل أدبي وبهدلك. هي دي آخرتها يا عاطف يا ابن بتاع البسبوسة؟ ماشي، أنا هلغي توقيعك من البنك. ومفيش مليم هيطلع من الجورنال ده بعد كده غير بإذني. طب استأذن أنا. هو أنت لسه هنا؟ اقعد. قلت لي اسمك إيه؟ وليد يا أستاذ. أبوك بيشتغل إيه؟ سواق قطر بس متوفي. شوف يا وليد، أنت مستقبلك معايا مرهون بكفاءتك. هنبتدي بكرة. متشكر، متشكر قوي. إن شاء الله أكون عند حسن ظن حضرتك. أما نشوف. أنا عاوزاك تنسى أي حاجة اتعلمتها في الصحافة. في مدرستي أنا لازم نبتدي من الأول وعلى بياض. حاضر يا فندم. أنا رايحة المهندسين، تعالى أوصلك معايا. شكرا. تعالى ما تتكسفش. شكرا يا عمش. براحتك.